كنا المحاضرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن تعريف البولارايز لايت والفرق بين البولارايزيشن ضوء المستقطب والضوء غير المستقطب، وعرفنا الفرق بين البلين اوف بولارايزيشن والبلين اوف فايبريشن، تمام، وعرفنا كمان طبيعة الضوء اللي هو كان بيتكون من مجالات كهربية ومغناطيسية. محاضرة النهاردة مخصصة للطرق اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نحول الضوء المستقطب، الضوء غير المستقطب، لضوء ايه؟ مستقطب. يبقى هنا هاو اوبتين، الميثود اللي هناخدها النهارده ميثود عباره عن طرق ليه اللي انا هعمل ايه، اوبتيننج بولارايزد لايت فروم ان بولارايزد ايه لايت، اللي انا احصل على ضوء مستقطب من ضوء غير ايه، مستقطب. اول طريقه عندي النهارده اللي هو البولارايزيشن باي ايه، ريفلكشن. البولارايزيشن باي ايه، ريفلكشن، اللي هو الانعكاس، الاستقطاب باستخدام ظاهره ايه، الانعكاس. يبقى ده اول ايه، طريقه للحصول على ضوء مستقطب. في البدايه معظم الضوء المنعكس بيكون مستقطب، تمام، على الاسطح الموجوده عندي زي الزجاج او غيرها، ولكن قد يكون في بعض الاسطح قد يكون مستقطب جزئيا وقد يكون مستقطب ايه، كليا. ده بترجع لطبيعه ايه، السطح والزاويه بتاعه ايه، السقوط بتاع الضوء قبل ما يحصل له ايه، انعكاس. بيقول the production of the polarized light by tourmaline is due to selective observation of ordinary light. أولًا في طريقة من طرق الاستقطاب اللي هي طريقة اللي هو الامتصاص الانتقائي. فمنها اللي هو بلورة بتاعت إيه؟ التورمالين. بلورة التورمالين ديت بيكون الضوء اللي موازي لمحورها تمام بيعدي، واللي غير موازي لمحورها ما بي إيه؟ ما بيعديش. يبقى بلورة التورمالين ديت موجودة بلورة ليها محور، تمام؟ المحور كده بتاعها الضوء بتاعي لو هو انبولرايزد لما بيعدي بيها، تمام، بيعدي فقط الضوء اللي هو موازي لمحورها، اي بيتحول من غير مستقطب لضوء ايه، مستقطب. طيب مالس ديسكفرد، مالس ده عالم قال ايه، ذا بولرايزد لايت از اوبتين، تمام، ممكن نحصل على ضوء مستقطب اهوين اوردينري لايت لما يكون ضوء طبيعي غير مستقطب، از ريفليكتد باي بلين اوف شيت اوف ايه، جلاس، لما الضوء يحصل له انعكاس بواسطه ايه، شيت من ايه، الجلاس مصنوع من الزجاج. يبقى زي ما اتفقنا كده، يبقى الضوء بتاع ان الاستقطاب بالانعكاس معظم الضوء المنعكس بيكون مستقطب ولكن بدرجات ايه، متفاوته، قد يكون مستقطب جزئيا او مستقطب ايه، كليا، وديت ايه، القاعده ايه الموجوده عندي. يبقى دلوقتي انا عندي الضوء بتاعي تمام اهو، وادي ده السطح العاكس بتاعي اللي هو يعمل عمليه الانعكاس، اللي هيعمل عمليه ايه، انعكاس. فالضوء بتاعي دوت عشان افهم ايه اللي بيحصل بالظبط، تمام، الضوء بتاعي دوت بيتحلل هنا لمركبتين، واحده دايما بتكون موازيه للسطح العاكس وواحده بتكون عموديه على السطح ايه، العاكس. فاللي بيكون موازيه للعاكس بيحصل لها انعكاس، والعموديه بيحصل لها ايه، نفاذ. الضوء المنعكس دوت احنا بنسميه ضوء مستقطب، ضوء ايه، مستقطب. وكمان ايه، ادي بلوره التورمالين الموجوده عندي دي، ممكن يكون الضوء بتاعي بس هيعدي في الاتجاه الموازي لايه، المحورها، وغير كده مش هيحصل له اللي هو ايه، يعبر. يبقى consider the light of incident along the bus AB، ادي الضوء اهو في الساقط اللي هو AB on the glass surface، وادي الجلاس سيرفيس ايه الموجود عندي. بيقول if the bus of the reflected light BC، الضوء المنعكس بتاعي ده قلنا اللي هو مستقطب، حطينا تورمالين كريستال، حطينا بلوره من التورمالين موجوده عندي، اند روتيت اتس، وعملنا لها روتيشن دوران ببطء، تمام، ايه اللي هيحصل؟ الضوء بتاعي مش هيظهر از كومبليتلي، مش هميزه او اشوفه الا عند ايه؟ زاويه واحده، تمام؟ دي اللي بنسميها الانجل اوف انسيدنس، زاويه ايه؟ اللي هو السقوط الموجود عندي. ودايما في الحاله ده هي زاويه السقوط بنقول عليها اللي هي زاويه ايه؟ استقطاب. طيب الانجل اوف انسيدنس هنا بتساوي هنا 57.5 فور جلاس سيرفيس، وده بتقعد بنسميها زي ما اتفقنا اللي هي البولرايزنج ايه، انجل. يبقى دي اول طريقه. يبقى دلوقتي لو قال لك اشرح مثلا ازاي تحصل على الضوء بتاعك، الضوء اللي هو ايه، الضوء مستقطب بظاهره الانعكاس، هقول له والله ده الرسمه بتاعتي اهوت، الضوء بتاعي بيسقط على البصار بي سي على الجلاس سيرفيس، بيحصل له ايه، انعكاس. وان معظم الحاجات المنعكسه، الاشعه المنعكسه من على الاسطح بيكون مستقطبه موجوده عندي، وقلت السبب كده حتى لو هو كان مضمن في الكتاب، ان هو هنا بيكون عندي ان عند النقطه ديت بيكون جزء الضوء الساقط دوت اي بي بيتحلل مركبتين، واحده موازيه للسطح العاكس وواحده عموديه عليها، اللي بتنعكس هي اللي بيكون موازيه للسطح العاكس،
تمام، يبقى انا خدت مركبه واحده فيه، وبالتالي ممكن اتاكد منها بوجود بلوره منين، من التورمالين الموجوده عندي، تمام، اللي انا بلفها ببطء وبلاحظ ان الضوء بتاعي بيظهر عندي زاويه واحده من زوايا السقوط، ودي بيكون مساويه ل 57.5، وبنسميها البولرايزنج ايه انجل. بردك ممكن نحصل السطح، بردك ممكن من الاسطح العكسه اللي هو الووتر ايه بروديوس والووتر ايه سيرفس، ممكن نعتبر سطح الميه احد الاسطح العكسه، ان الضوء بردك يسقط عليها ويحصل له ايه استقطاب. طب هروح لبقى القانون مهم جدا اللي هو قانون بروستر، اللي هو قانون ايه بروستر، وهو بردك ضمن اللي هو طرق الحصول على ضوء مستقطب من ضوء غير مستقطب، وقائم على طريقه بردك ايه الانعكاس. بيقول بروستر فاون اوردينري لايت، ان احنا ممكن عندي اوردينري لايت ضوء عادي غير مستقطب از كومبليتلي بولارايز، ممكن يحصل له اللي هو يبقى مستقطب كلي، تمام، مستقطب ايه كلي مش جزئي كمان، ان بلين اوف اتسيلف، انت بقى اهون ات جيت اتسيلف ريفلكتد فروم ترانزبيرنت ايه ميديوم، يعني لما بيحصل له انعكاس من ماده ايه ترانزبيرنت زي الزجاج، بزاويه بتساوي زاويه ايه الاستقطاب، بزاويه بتسميها زاويه ايه الاستقطاب، يعني الضوء بتاعي هيسقط بزاويه سقوط، تمام، بيساوي زاويه ايه الاستقطاب. ده بيحصل له في الحاله دهيت اللي هو بيقول عليه دلوقتي الشعاع المنعكس، حصل له استقطاب ايه كلي. طب وهو كمان لاحظ كمان ان ظل التان، التان بتاع زاويه الاستقطاب بتساوي معامل انكسار الميديم ده، يعني التان بتاع زاويه الاستقطاب بيساوي معامل انكسار الزجاج اللي هو هيشتغل كسطح ايه عاكس عندي. وكمان لاحظ كمان ان الريفلكتد الضوء المنعكس والمنكسر، الشعاع المنعكس والمنكسر الزاويه متعامدين على بعض، اي الزاويه بينهم كام 90. تعال نشوف الكلام ده بالرسم عشان نفهمه اكتر. بيقول ادي ضوء اهو، ده انبولرايز، ده غير ايه مستقطب، وده بليم اوف ايه اوف جلاس، تمام، ده ترانزبيرنت ايه ماتيريال، جزء منه حصل له الضوء بتاعي لما سقط، جزء منه انعكس، وجزء منه حصل له ايه انكسر. هنا الضوء سقط بزاويه اي بي وهينعكس بزاويه اي بي، لان زاويه السقوط هتساوي زاويه ايه الانعكاس، وادي زاويه الانكسار اللي هي الزاويه المحصوره بين الشعاع المنكسر والعمود ايه المقاوم. قال لك والله عشان الشعاع ده هو تبقى مستقطب المنعكس لازم الشرطين يتحققوا. ايه الشرطين اللي يتحققوا؟ قال لك ببساطه لازم تكون الزاويه بين الشعاع المنعكس والشعاع المنكسر دي زاويه كام؟ زاويه 90. يبقى اول شرط ولا الزاويه تكون دي لازم تكون زاويه ايه 90، وان الضوء هيسقط بزاويه سقوط مساويه لزاويه الاستقطاب، يسقط بزاويه سقوط عشان كده سميت الاي هنا زاويه السقوط سميتها اي بي انسد بولارايزنج انجل، وطبعا لو دي زاويه استقطاب يبقى دي زاويه استقطاب، لان هما الاثنين مساويين ايه مساويين لبعض. خلاص يبقى دول الشرطين اللي بيشتغل عندهم ايه بيشتغل عندهم بالوستر، ان دايما الزاويه بين الشعاع المنعكس والشعاع المنكسر زاويه كام؟ زاويه 90، وان الضوء يسقط بزاويه مساويه لزاويه ايه زاويه السقوط مساويه لزاويه ايه الاستقطاب. طب تعال نشوف ايه الرياضه اللي موجوده عندي هنا فيها. يبقى اهو بيشرح الموضوع، بيقول اي بي از ان بولارايزد لايت بيم انسيدنت ان انجل، سقط بزاويه ايكوال تو بولارايزد انجل. خلاص يبقى سقط بزاويه مساويه ايه يا جماعه؟ بزاويه اول شرط اتحقق اهو. خلاص طب ايه اللي هيحصل له؟ جزء منه هينعكس وجزء منه ايه هينكسر. ات از ريفلكتد الونج ذا بي سي، بيحصل له انعكاس على البي سي، وريفراكتد على لونج البي دي، ويحصل له انكسار على ايه البي دي. طب من قانون سنيل، قانون سنيل بيقول ايه؟ بيقول ان الميو دايما معامل الانكسار بيساوي ميو اي بي على ساين ايه ار، يعني الساين زاويه السقوط على ساين زاويه الانكسار. هنا زاويه السقوط بتاعتي اي بي، والانكسار هي عباره عن ايه ار. وانا لسه قايل لكم كمان مالس بروستر قال ايه، ان معامل الانكسار هو ظل زاويه الاستقطاب، تمام، اللي هو بنسميها زاويه السقوط هنا اللي هي الاي ايه بي. طيب واحنا عارفين ان التان ممكن تتفك ساين على ايه على كوزين، دلوقتي اصبحت دي ميو وديت ايه ميو، هتساويهم هما الاثنين ايه مع بعض، بقول له ساين اي بي على ساين ار بيساوي ساين اي بي على كوزين ار. الاي بي هتروح مع الساين اي بي، وهيفضل عندي ان الكوزين اي بي بيساوي ساين ايه ساين ار، وانا عارف كمان ان هو الار يعني الزوايا الموجوده عندي اقدر افكها حساب مثلثات، هيطلع عندي فكتها باي على 2 ناقص ار، هيطلع عند الكوزين هيروح مع الكوزين ان الاي بي بيساوي زائد الار بيساوي ايه اي على 2، يعني اللي هو بيساوي 90. يعني معنى كده ايه؟ ان الاي بي والار ده همت، تمام، مجموعهم كله الاثنين ايه 90،
وبالتالي الزاويه اللي بينهم كلها ديت هتبقى 90 دي كلها على بعضها 100 وايه و80. لو ده وده 90 يبقى ده اللي في النص ايه 90، وده بيحقق الشرط بتاعي اللي هو لازم يكون عندي ان الزاويه بين الشعاع المنعكس والشعاع المنكسر تكون زاويه كام؟ 90. يبقى يا جماعه دلوقتي لو جه قال لي الانكسار بصفه عامه اشرح تحويل الضوء بالانعكاس بصفه عامه، هشرح اللي هو بتاع موضوع الرسمه بتاع بلوره التورمالين ولفتها ببطء والكلام ده. لو قال لي اشرح ازاي بالبروستر هنستخدمه عشان نحل نحول الضوء بتاعي من ضوء غير مستقطب لضوء مستقطب، برضك نفس الحكايه وادي القوانين بتاعتي ايه موجوده تمام، ونركز كلها ايه كل اتنين يمين على ظاهره ايه الانعكاس. هناخد مثال ده عندنا في الكتاب، بيقول ابارل البيم اوف نيتشر لايت از انسيدنت ان انجل اوف 58 اون بلان جلاس سيرفيس تمام. ذا ريفلكتد بيم از كومبليتلي لينير بولارايز. الريفلكتد بيم حصل له ايه يا جماعه؟ الجزئيه دي مهمه قوي تحط تحتها خط، اصبح لينير لينير ايه بولارايز، الشعاع المنعكس اصبح ايه مستقطب. طب بيقول وات ذا انجل اوف ريفراكشن اوف ذا ترانزميشن بيم، عايز يحسب زاويه الانكسار وعايز يحسب وات ذا ريفراكتيف اندكس اوف جلاس، وعايز يحسب معامل ايه الانكسار. اقول له والله في الحاله دي ارسم ادا بلين اوف جلاس، ده هو ده قطعه من الزجاج تمام اللي هو الجلاس سيرفيس بلين جلاس سيرفيس، سقط عليها شعاع بتاعي، الشعاع بتاعي لما بيسقط جزء منه هينعكس وجزء منه ايه هينكسر. طيب هنا سقط بزاويه كام؟ 8 وايه و50، يبقى ينعكس بزاويه ايه 58. طيب هو بيقول هنا بقى ايه ان الضوء حصل له لينير لينير ايه بولارايز. والله لما اقول لينير بولارايز دي تيجي في حاجتي اللي في 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 على طول في ذهني الحاجتين الشرطين بتوع بروست، اللي لما يحصل له لينير بولارايز يبقى دايما الزاويه بين الشعاع المنعكس والشعاع المنكسر تكون دايما زاويه كام؟ 90، وان زاويه السقوط هتكون زاويه ايه استقطاب. طيب معنى كده لما قال لينير بولارايز يبقى الزاويه ديت بكام؟ ب90. هو عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب الار الاول. اقول له والله دي كلها على بعضها كام؟ 180. طيب لما دي كلها على بعضها 180 هقول له يبقى في الحاله ديت الار بتاعتي بتساوي 180 ناقص 90 زائد 58 يدينا 32، والوحده بتاعها ايه؟ ديجري. طب المطلوب الثاني عايز يحسب معامل انكسار ماده الزجاج، اقول له والله معامل انكسار عندي ممكن اعمله من قانونين. اول حاجه اقول له ان الميو بتاعتي بيساوي تان سيتا ايه تان سيتا بي خلاص، وانا عندي السيتا بي وانا السيتا بي معلومه عندي اه معلومه، لان هنا في الحاله او الاي بي بتاعتي معلومه اه معلومه. إيه هقول له والله لانه هو حصل له بيكون لينير بولارايز، وده معناه ان زاويه السقوط بتساوي ايه بيكون زاويه ايه استقطاب. اول حاجه الثانيه اللي هو برضك ان معامل الانكسار هو عباره عن ساين زاويه السقوط على ساين زاويه ايه الانكسار. السقوط معلومه ب 58 والار بتاعتي بكام؟ الانكسار لسه حاسبها 32، وعوض تعويض ايه مباشر. يبقى هنا المطلوب الثاني اللي اعمله بالشكل ده او اقول له الميو بيساوي تان سيتا اي ايه بي، والاي بي احطها ب 8 وايه 58.